بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال يا أجمل ناس في الدنيا كلها. بإذن الله جايب لكم النهاردة وصفة من أقوى الوصفات لتبييض الأسنان وعلاج التهاب اللثة أو تورم اللثة، وكمان تفتيت الجير ومنع التسوس وإزالة أي رائحة كريهة للفم، وهنعمل كمان مضمضة طبيعية للأسنان بإذن الله. الوصفة تعجبكم. يلا كده نبدأ الطريقة على بركة الله، بس ليه رجاء وطلب عندكم، يا ريت كده لايك للفيديو بإيديكم الحلوين، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات. أول مكون عندنا وهو الثوم. الثوم أقوى مضاد حيوي للأسنان، مضاد حيوي طبيعي بيموت البكتيريا وبيفتت الجير وكمان بيمنع الروائح الكريهة. هناخد كده فص ثوم كبير ونبشره أو نفرمه فرم ناعم. الثوم بيعالج ألام الأسنان وبيعالج كمان التهاب اللثة وتورم اللثة وبيفتت جير الأسنان مع الاستمرار طبعا على الوصفة. ان شاء الله هتبيض الاسنان، هيتم تبييض الاسنان من اول استعمال، انما الجير مع تكرار الاستعمال هيسقط ان شاء الله. تاني مكون عندنا وهو الليمون او الحامض زي ما بيتقال عليه في بعض الدول العربية. الليمون او الحامض برضو مضاد حيوي وبيبيض الاسنان. عصير الليمون او عصير الحامض بيبيض الاسنان وبيمنع البكتيريا اللي بتسبب تسوس الأسنان. هناخد معلقة كبيرة من عصير الليمون أو عصير الحامض، بيبيض الأسنان وبيمنع التهاب اللثة وبيمنع تسوس الأسنان وبيفتت الجير. هنقلبهم كويس جدا. العصير الليمون بيمنع رائحة الثوم، فأي حد قلقان من الثوم فأقول له ما تقلقش، لأن عصير الليمون كفيل إن هو يمنع رائحة الثوم. تالت مكون عندنا وهو ملح الطعام. هناخد ربع معلقة من ملح الطعام. أي وصفة ناجحة للأسنان لابد أن يدخل فيها الملح، لأن ليه فوائد كتيرة جدا للأسنان، من علاج التهاب اللثة وبيوقف نزيف اللثة، كمان بيمنع التسوس وبيوقف اصفرار الأسنان. بعد كده هنحط حوالي معلقة صغيرة من معجون الأسنان، أي نوع معجون أسنان عندكم. والأسنان حساسة أنصحه باستعمال سنسوداين، ممتاز جدا للأسنان الحساسة. هناخد معلقة صغيرة من المعجون ونخلطها مع المكونات بتاعتنا. خلطنا المكونات كلها مع بعض، وده قوام الخليط وده شكل الخليط النهائي. ازاي بقى هنستعمله؟ هنجيب فرشة ناعمة تكون سوفت ناعمة، وهنحط عليها جزء من الخليط بالشكل ده، ونبتدي نفرش بقى الأسنان أو ندعك الأسنان حسب اتجاه الأسنان. الأسنان الأمامية من فوق لتحت، من فوق لتحت، والأسنان السفلية من تحت لفوق. نفرش الأسنان حسب اتجاه. هنفرش الأسنان من دقيقة لدقيقتين، وطبعا هندعك الأسنان برفق، وبعد كده هنتمضمض بالماء الدافئ. هنستمر على الوصفة يوميا، هنستعملها يوميا بإذن الله. هتلاقوا النتيجة من أول مرة من تبييض الأسنان وإزالة الروائح الكريهة وإزالة كل التصبغات. بالنسبة لإزالة الجير لازم نستمر على الوصفة، وهيتفتت الجير وهينزل لوحده. هنعمل بعد كده بقى مضمضة للأسنان، غسول طبيعي للأسنان لتعقيم وتطهير الأسنان وعلاج كل مشاكل الأسنان مع الخليط بتاعنا. أول مكون عندنا وهو القرنفل. هناخد معلقة صغيرة من القرنفل. القرنفل برضو مسكن للأسنان وبيعالج ألام الأسنان. تاني مكون عندنا وهو القرفة. هناخد معلقة صغيرة من القرفة. والمكون الأخير وهو الملح. هناخد معلقة صغيرة من الملح، برضو بيعقم وبيطهر وبيبيض وبيمنع مشاكل الأسنان. مكونات كلها مفيدة للأسنان. هنصب بقى عليها مية مغلية ونسيب المكونات كلها تتنقع في المية المغلية،
مكونات كلها مفيدة للأسنان، وده غسول طبيعي بنستعمله يوميا. هنغطي بقى الغسول بتاعنا لمدة 10 دقائق علشان نحافظ على الزيوت الطيارة اللي موجودة في المكونات، لأن فيها كل الفيتامينات والعناصر المعدنية. وبعد ما يبرد هنحطه في زجاجة غسول زي دوت، ده كنارة من غسول من الصيدلية، هنحط بداله بقى الغسول الطبيعي بتاعنا ونحتفظ بيها لمدة 10 أيام، هتكفينا لمدة 10 أيام، دي مدة صلاحيتها، الغسول ده مدة صلاحيته 10 أيام. كده بقى عندنا غسول طبيعي بمكونات طبيعية وليها دور فعال في علاج مشاكل الأسنان من تبييض ومنع التسوس وإزالة الجير، هنستعمله يوميا. هنحط جزء من الخليط في الفم ونتمضمض مش أقل من 30 ثانية أو نصف دقيقة، وبعد كده هنغسل الفم بالماء الدافئ، هنستمر عليها يوميا الغسول مع الوصفة، وبإذن الله هنحل كل مشاكل الأسنان من الالتهاب، الأسنان التهاب اللثة والأسنان ومنع التسوس وتبييض الأسنان وإزالة الجير. في نصيحة بقى مهمة للحفاظ على سلامة الأسنان، لازم نغسل أسناننا يوميا بالمعجون المناسب، نفرش أسناننا يوميا بعد الأكل من 2 لـ3 مرات في اليوم بمعجون الأسنان، وطبعا لازم نستعمل خيط الأسنان علشان نتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، وكمان نقلل من شرب القهوة والشاي لأنها بتأدي لإصفرار الأسنان، كسرتها بتعمل تصبغات في الأسنان، وكمان نقلل من أكل السكريات والحلويات لأنها بتجذب تراكمها وكسرتها بتجذب البكتيريا اللي بتأدي لمشاكل وتسوس الأسنان. اكتب لكم المكونات في نهاية الفيديو، يارب يكون عجبكم، اشوف اشوفكم بخير الفيديو الجاي. لا إله إلا الله محمد رسول الله.